مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ جانبك في السراء والضراء. السراء والضراء. أوه، من يرسل إلي لعبة قبيحة كهذه؟ هذا كل ما في داخله؟ عزيزتي كريبي، عيدا سعيدا، أتمنى أن تستمتعي بمفاجأة عيد مولدك هذه مع حبي عمتك ريتا. إنها حقا مفاجأة، فعيد مولدي مضى منذ 3 أشهر. دوميا. كريبي حصلت على دمية. لكن أنا لم أطلب هذا، فلتتركاني وشأني. عمتي ريتا تعلم أنني لم أعد ألعب بالدمى، ولا نحن أيضا، فلنخرج من هنا. نعم، هيا بنا. إذن في السراء والضراء. أليست مبادرة جميلة من قبل العمة ريتا أن ترسل لك دمية جميلة؟ جميلة هذا تعبير نسبي. عليك أن ترسل لها رسالة شكر. ما رأيك في تناول بعض الحلوى بديدان القز؟ شكراً، سأكتفي بتناول وجبة الحبوب بالعسل. مضحك جداً. الأخوة، أيها الأولاد، كم مرة قلت لكم ألا تعبثوا بمقتنيات أختكم؟ لم نعمل دميتها. آسفة أيها الأولاد، ولكنكم ستعاقبون. هذا ليس عدلاً. إلى اللقاء. الرداء الزهري الذي تلبسه ميمي؟ إن ميمي ما زالت كالأطفال. من هي صديقتك الصغيرة؟ بالحديث عن الأطفال. استمرا في الكلام علكما تتفوهان بقول ذكي. مرحبا بادج. هاي كريبي، من تكون صديقتك الجديدة هذه؟ إنها ليست صديقتي على الإطلاق. نات، بولي،
هل أنتما هنا؟ ولكن مهلا، نات وبولي معقبان، كيف وصلت إلى هنا؟ الأفعى الجرسية تصدر الرنين بهز ذيلها فتخيف فريستها ومفترسها على السواء. قد يكون صوت الأفعى الجرسية مرتفعا بحيث يصل تردده إلى 5000. هل أنت بخير كريبي؟ أتريدين المغادرة يا آنسة كريتشر؟ تسألي. كيف يعقل أن تترك هذه الدمية سمينة وحدها في الخزانة الباردة؟ الدمى كالناس تماما. لا، ليست كذلك فعليا، إنها ليست لعبتي، أرسلتها إلي العمة توريتا ولا أملك فكرة عن سبب لحاقها بي. ماذا سيصنعون بعد؟ دمية تتحرك وتسير؟ هذا مضحك جدا. مفاجأة. مفاجأة كريبي. هل أنت هوريس؟ كنا نحاول أن نخبرك بالمفاجأة لكنك لم تستطيع سماعنا. لم أسمعك، صوت الخشخشة ذلك كان منك؟ أنا والعائلة نتمنى لك أن تمضي عيد ميلاد سعيد، هذه هي المفاجأة. هل تريد أن تتمنى لي عيدا سعيدا؟ إنها مفاجأة فعلا، ظننت أن عمتي ريتا أرسلت لي لعبة. أمي تعرف أنك لا تلعبين بالدمع، لكنها كانت أسهل طريقة للوصول إلى هنا. فهمت، لم تكن هدية الدمية بل كانت طريقة لتأتي إلى هنا. ولكن لماذا ترسل لي أمك هدية الآن وقد مضى على عيد ميلادي عدة أشهر؟ كنا نريد المجيء باكرا لكن أرسلنا الهدية بالخطأ إلى آيسلند، الطقس بارد جدا هناك. هل تم شحنك إلى آيسلند؟ هذا مريع جدا. وكانت هذه مجرد بداية، ومن هناك أرسلونا إلى جرينلاند، فنلندا، إنجلترا وجزر المالفيناس. جرينلاند، فنلندا، إنجلترا؟ لا عجب في أنك تأخرت إذن. في الواقع أنا لم أكن أعرف أنك أنت، أعتذر على سوء التصرف. لا مشكلة، اسمحي لي أن أقدم لك العائلة. تفضل.
مارتن، فارغاس، ماريبال، تينا، إسبيان، أغناسيو، فينيسا، راول، خوانا، التوأمان ريكي ونيكي، بيدرو من البيرو، بيكو، تشيكو، هاربو، زيبو، كرونتشو، مارتينيز، مارتينيز الكبير، مارتينيز الصغير، ومارتينيز الأصغر. سررت بلقائكم. لابد من أنكم تشعرون بالجوع بعد أن علقتم في تلك اللعبة. أنا متأكدة من أن أمي ستحضر لكم عشاء مميزا للاحتفال بوجودكم. هاي أمي، لن تتخيلي من جاء لزيارتنا. لا أصدق، هذه مفاجأة فعلا. الفاصوليا النطاطة المكسيكية هي حبوب تعيش فيها يرقانة، وهذه اليرقانة تأكل حبة الفاصوليا بينما تكبر. عندما تتحرك اليرقانة تبدأ حبة الفاصوليا بالقفز، وبعد عدة أشهر تصبح اليرقانة فراشة.